تجسيدا لمبدأ التواصل بين قيادات المؤتمر وقواعدها الجماهيرية في مختلف مديريات ومناطق محافظة عدن، قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف الزوكا والوفد المرافق له بزيارة فرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 27 في الشيخ عثمان بمحافظة عدن للاطلاع على سير أعماله وأنشطته المختلفة. سوف تهب لنا دافع قوي للقيام بالعمل التنظيمي بقوة ودافع إلى الأمام، وسوف نستمر في عملنا كمؤتمر شعبي عام في المحافظة الجنوبية بقوة، ولن يهزنا أي شيء مهما كان. رغم كل التحديات والتحديدات التي تواجه المؤتمر، أكان على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات أو على مستوى المديريات أو المراكز، نحن صامدين وما زلنا متمسكين بالمؤتمر وبقراراته وملتزمين بأي توجيهات توكل لنا من القيادة. ما زلنا صامدين حتى آخر رمق، لأننا في الجانب التنظيمي نحن نعتبر أنفسنا بالنسبة للفرع المعلى، نعتبر بالنسبة للجانب التنظيمي جانب تنظيمي كويس وجيد وماشي بخطوات سريعة جدا حتى اللحظة. وفي إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها أمين عام المؤتمر الشعبي العام لمقرات الفروع في المحافظة، زار أيضا فرع المؤتمر في الدائرة 24 في مديرية المعلى، ما مثل دفعة قوية للعمل التنظيمي لقيادة الفرع في المديرية. يعني أثلك صدورنا زيارة الأستاذ عارف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام للدائرة 24، وكنا يعني نتأملها زيارات سابقة، لكن الأستاذ عارف الزوكا رجل شجاع ورجل مؤتمري يعني خالص 100%، ولهذا نحن يعني استبشرنا خير بوجوده كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام، وهذا يعطي دافع كبير جدا للدائرة وللمؤتمر الشعبي العام أن يسير إلى الأمام وأن يخطو خطوات صحيحة بوجود قيادة مثل الأستاذ عارف الزوكا. لهذا نحن نقول لهم يا أهلا ومرحبا فيكم في دائرتكم اللي دائرة 24 المؤتمر الشعبي العام المعلى. قيادات فروع المؤتمر في المحافظة بمديريتها ودوائرها المختلفة أكدت أن العوائق والصعاب لن تؤثر في عملها التنظيمي لهذا الحزب الرائد، بل تزيدهم صمودا وعزيمة في مواجهة كل التحديات. مختار الخطيب، اليمن اليوم، محافظة عدن. أنهت قوات من الجيش أعمال شغب اندلعت في السجن المركزي في محافظة الضالع احتجاجا على مقتل السجين